يعني قاعد اشوفه انا هنا الحين رمضان يحس بانه انك لا تاكل ولا تشرب بس عادي يغتاب الناس ما في مشكله اغتبت ذا المسلمين ما عندي خلاف طرد وراء المحرمات في الليل عادي في النهار اعوذ بالله صايمين يعود بعض الناس يحس بان الذنوب ترفع بس في رمضان 30 يوم اما الايام العاديه لا انا متجه ومستانس ورايح وجاي مع ان اسهل شيء في الحياه الاستقامه اسهل شيء في الحياه كل بنا شباب ونعرف عارف اللي لنا واللي على والله العظيم يا الواحد لو يستقيم معنا شفناه سهل اسهل شيء في الحياه الاستقامه لا استقمت اتجهت لله سبحانه سهله واللي اسهل منها المعاصي كلها سهل لا والله سهل والله العظيم لو تعرف اللذه لذه شعور المصلي والله لا تعين اللذه انك ما تفكها والله العظيم واحد من جماعتنا جاري القريب صدق اللي انا تاثرت منه في حياتي تاثرت منه اثر قوي جدا كان فقير جويع ما يلقى الريال ما يلقى الريال الريال ما يلقى قلبها يمين قلبها يسار المهم ما عاد يقدر يروح لدوامه دوامه ما عاد يقدر يروح بسبة يذل انه يسجن يذل انه يسجن فيسجن ليه لان عليه بلاغ عليه ديون وعليه عليها ناس رافعين عليها اي والله العظيم فالرجال قلبها يمين راح الناس يبون يسددون عنه ما كتب الله ذلك غبت انا عنه وغابوا عني والعد ما عاد قبلته ولا عاد قبل قبلته يجي ليلة رمضان والله اني مقابله في مصلخ الثريري بصرخ ذبيحتي وهو بيصرخ ذبيحتي ارحب يا فلان يلا حيها طيب بشرني عنك والله بخير يا ولد شلون كل الرجال زاين وزينت حياته يا ولد وشيفته ومبسمه حتى الحالة يا ولد مبسمه مبسم الرجال المستانس الطربان ولد وش علومك يا ولد قال ابو احمد علومي زينه سنة امور يبشرك وعينت لي ناس وسددوا ديني طبعا دينه قرابه 700,000 قل لا لا يا رجل والله ذبيحته كانها انا اي والله قلت ولد 700 راحت قال علي الطلاق يا ابو محمد ما بقى منها ريال طيب قال ابشرك تعرفتي على رجال قال اني الحين داخل معها ابيع واشري السيارات ومثلها اتق الله في نفسك قال اي والله قلت يا ولد انت وش عينت في دنياك يا ولد انت كنت يعني سبحان الله يعني الجوع بين في عيونه في عيونه الظما الظما والفقر والبين والحاجة كل بواه في عيونه تشوفه يعني بدون ما يتكلم يعني أحيانا لا قابلت لك شخص ترى عيونه تتكلم عيون المحتاج ترى تتكلم أنا أشوف إن عيون المحتاج بعض الأحيان تتكلم عيون المشتاق أيضا عيونه تبين عيون الحزين الشخص الحزين تشوفه من عيونه واضح فواضح هو كان في شيء الله لا يورثك في شيء مبين سألته قلت يا أخي وش اللي تغير معك قال يا أبو محمد وكلت أمري لله سبحانه والله يا أبو محمد أنا علقت القلب ذا في الصلاة يقول أقسم بالله يا أبو محمد أنه لا قال الله أكبر يقول لو في يدي ورعي حذفت به ورحت المسجد يقول والله لقيت لذة ما يعلم بها فاطر السماء ترضي يقول زانت حياتي زانت الحياة يا ولد انطلقت يقول يا ولد انطلقت لي الحياة انطلاقة يا أخي يقول معني ما والله يا ابو محمد يقول اني باللي شاد حيلي يقول الفجر يقول الله اكبر اروح المسجد الظهر في المسجد العصر في المسجد المغرب في المسجد العشاء في المسجد يقول يا ابو محمد اليوم فتحت بيبان الارزاق من كل اتجاه يقول والله العظيم انها فتحت لي ابواب الارزاق من كل اتجاه
الله يهدي معه. اللهم امين. فانا انصحكم يا ربع وانصح نفسي مع اني انا مقصر جدا في الشيء ذا، والله اني مقصر، لكن والله العظيم اني يعني كنصيحه عابره يا اخي، الامور سهله، حاجاتك اللي تطردها ورا الدنيا ملهيتك عن الصلاه، الزم الصلاه تيسر، مشاكلك العائليه، مشاكل العائلية، إيقاف خدماتك، سجنك، أمورك وتعبك، مرضك، يعني معك مرض يا أخي، فألزم ألزم شو اسمه، ألزم الاستقامة يا ولد، والله العظيم منها أنت زين حياتك كل أبوها، ما عاد تصير تفكر زي قصة سالم شو اسمه ذاك اللي يا ولد فاسق رايحين فيها، مالك بن دينار. مالك بن دينار، اسمع قصة مالك بن دينار، اسمع قصته بس يا ولد، تنبهت تنبهت يا ولد، تحس يا ولد اقسم بالله يعور كلاسك، يعني تخيل من يعني اشتهر بالدشرة والشرب وملعنة الجدف، وفي يوم من الأيام اشتهر عنه أنه طالت أعماركم أنه كان يقيم الليل كل يا ولد ها؟ بعد التوبة، بعد التوبة حقه يقوم الليل كل، فيعني فما بالك أنت، يعني أنت ما توصل مراحلك، ما توصل ذنوبك واجد، يمكن ما عندك ذنوب واجد بس أنك مقصر، مقصر في الصلاة ومقصر في ذي، هذه بسيطة عدلها وتزين أمور تنطلق للحياة، والله العظيم واترك العالم، والله العظيم إني أقول لكم أنا الشخصية، أنا أقول لك شيء، يعني أنا اللي مجاله، لا أقول فلان قاله ولا علان، أقسم بمن أحل القسم يا حباني، إني آخر شيء أنا ملتفت له الناس، عندي يعني أنا عندي يعني كذا، أنا عندي صاكة يعني، والله العظيم أمي أخوان الباقيين ستارت، والله العظيم ستارت، خلاص عندي، خلاص انا عندي كذا، اني انا متوجه طال عمرك، ان اهم شيء امي لقت لي شيء صح، انا اتاثر من كلمه امي، اتاثر من كلمه اخوي، اتاثر من كلمه اختي، اما العالم متاهات مع الناس، نشم مع فلان مع علان، فلان قال، خلاص والله العظيم اني تعديت المرحله دي، ما عاد صجه لجه، فلان قال فيك، فلان حط فيك، يا رجال صل صم انتروس، تصدق افتصدق، خلاص تنطلق لك الحياة، تستانس تنبسط، تروح تجي مع ذا المسلمين، والله بعض الناس يا عيال خلاص كذا تقطلت الحياة في وجهي، والله خلاص قفلت، ما عاد ابي شيء يا ولد، انا ضايق، انا فيني، انا في، انا اللي مكفيني يا اخي، الله فضلنا على ناس واجد، والله صدق